صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي تسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتنا جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض عن انواع السريالات اللي انت بتستخدمها عندك في الويندوز او اللي انت سمعت عنها قبل كده. وبطبيعه الامر احنا هنتكلم عن الانواع اللي موجوده في السوق واشهر 3 انواع منهم. والسريالات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده واشهر 3 انواع زي ما قلت لك واللي هم الفوليوم والاو اي ام والريتيل. واول مفتاح هنتكلم عليه النهارده واللي هو الفوليوم والاختصار بتاعه في ال كي. والاختصار ده نابع من كلمه فوليوم لايسنس كي، والترجمه الحرفيه للمفتاح ده واللي هو مفتاح الترخيص المجمع. ومن اسمه كده مفتاح الترخيص المجمع، وفيما معناه ان انت بمفتاح واحد بس تقدر تربطه على اكتر من جهاز كمبيوتر. والسيريال ده او المفتاح ده بتستخدمه في الاغلب يعني المصانع والشركات او المؤسسات الحكوميه بشكل عام. والمؤسسه او الشركه اللي بتطلب السيريال ده من مايكروسوفت بتبقى طالباه على اساس ان هو سيريال واحد بس بتقدر ان هي تفعله على اكتر من جهاز، يعني بكل بساطه اجهزه الشركه نفسها او اجهزه المؤسسه نفسها اللي هي واخده السيريال عشانها. والعيب الوحيد تقريبا في المفتاح ده ان السعر بتاعه غالي جدا، لانه بيجي على اساس ان هو يتربط باكتر من جهاز. والاتفاق بين المؤسسه او الشركه مع مايكروسوفت بيبقى على حسب عدد الاجهزه اللي موجوده في الشركه دي. يعني انت مثلا دلوقتي عندك شركه فيها 100 جهاز، فانت بتتفق مع مايكروسوفت ان انا عايز سيريال فوليوم بيشتغل على 100 جهاز. وفي كمان اتفاق بيكون بين المؤسسه او الشركه بينها وبين مايكروسوفت نفسها ان هم يحافظوا على السيريال ده، بحيث ان لو حد من الشركه نفسها سرب السيريال انه يستخدمه على جهاز شخصي مثلا، مايكروسوفت نفسها بتبدا ان هي توقف استخدام السيريال ده فورا. والنوع الثاني اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهي سيريالات الاو اي ام. والسيريالات دي منتشره جدا برضو، وهي اختصار لاوريجينال اكوايرمنت، الكلمه اللي انت هتلاقيها مكتوبه دلوقتي لان مش عارف انطقها بصراحه. والترخيص ده هتلاقيه منتشر جدا، وهو خاص بشركات تصنيع الكمبيوتر زي اتش بي، اسوس، ديل، ايسر، اي شركه من الشركات المصنعه للكمبيوتر. والسيريال ده بكل بساطه هتلاقيه ملزوق في ظهر الجهاز على هيئه ستيكر موجود على الجهاز ده بيشتغل على الجهاز ده بس. والاجهزه دي بتتباع في مصر عندنا هنا او بتتباع من خلال تجار الاستيراد، معروفه باجهزه الاستيراد كلنا عارفينها تقريبا. الجهاز اللي معايا هو ده، هو استيراد على فكره، تمام، جاي متفعل من الشركه المصنعه نفسها. والكلام ده بينطبق على البي سي، الكمبيوتر الشخصي، او حتى اللابتوبات اللي انت بتشتريها استيراد. والمفتاح ده بيكون رخيص مقارنه مع السيريال اللي احنا قلناه قبل كده واللي هو الفوليوم، لانه بيتربط على جهاز واحد بس. والمفتاح ده بيقدر من خلال ربطك ليه على الكمبيوتر يقدر انه يستقبل التحديثات الخاصه بمايكروسوفت بطريقه عاديه جدا. ومع العلم المفتاح اللي انت هتلاقيه مربوط على الجهاز بتاعك الاستيراد اللي انت جايبه سواء لابتوب او كمبيوتر، المفتاح ده ما ينفعش ان انت تاخده وتربطه بجهاز تاني. ولكن لو شغلت دماغك وحاولت ان انت تاخد السيريال ده تربطه على جهاز تاني، خلي بالك ان الجهاز او السيريال اللي مربوط على الجهاز ده السيريال هيفضل مربوط على الجهاز اللي جاي معاه لانه مرتبط بالمذر بورد. يعني انت لو جيت تبيع الجهاز بتاعك مثلا هتبيعه بالسيريال اللي عليه، مش هينفع ان انت تاخد السيريال ده تربطه بجهاز جديد مثلا. وللعلم برضو السيريال ده غير مدعم من مايكروسوفت، هو مدعم من الشركه اللي اشترت الاجهزه نفسها او اللي انت اشتريت منها الجهاز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو عندك مشكله وجيت تتواصل مع مايكروسوفت، مايكروسوفت نفسها هتقول لك روح اتواصل مع الشركه اللي انت اشتريت منها الجهاز سواء اتش بي او ديل او غيرها. علشان كده المفتاح ده تقريبا بيبقى ارخص مفتاح مقارنه بالمفاتيح الثانيه. والمفتاح الثالث اللي احنا هنتكلم عليه النهارده او النوع الثالث اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهو مفاتيح او هي مفاتيح الريتيل، واللي اختصار الترجمه الحرفيه ليها البيع بالتجزئه. والسيريال ده بكل بساطه قصته سهله جدا، قصته ان السيريال ده بيتاخد من مايكروسوفت برخصه معتمده لاشخاص او متاجر الكترونيه بتبيعه على اساس الرخصه اللي هي خدتها من مايكروسوفت. والسيريال ده على فكره كان بيجي مع اسطوانات الويندوز الاصليه اللي كانت بتبقى جايه من مايكروسوفت لو انت اشتريت قبل كده نسخه اصليه من اي متجر. ولكن في وقتنا الحالي تقدر ان انت تنزل ويندوز 10 او ويندوز 11 من الموقع الرسمي الخاص بمايكروسوفت، وتقدر ان انت تروح لاي متجر تشتري السيريال الخاص بالويندوز ده. والميزه اللي موجوده في السيريال ده عن اي سيريال تاني انك انت تقدر تربطه باكتر من جهاز، هو طبعا لجهاز واحد بس، ولكن ينفع ان انت تاخده من الجهاز ده تحطه في الجهاز الجديد. وميزه كمان موجوده فيه ان انت تقدر ان انت تتواصل مع مايكروسوفت مباشر لو عندك مشكله في الجهاز بتاعك. ودلوقتي يلا بينا نعرف ايه نوع السيريال اللي موجود عندك على الجهاز بتاعك، سواء كنت شاري الجهاز ده استيراد او كنت شاري السيريال من متجر الكتروني. وطبعا هقول لك الطريقه الافضل والاضمن عشان تعرف بيها الموضوع ده بدون ما تنزل اي برامج او اي ادوات من على الانترنت، عن طريق الدوس او عن طريق السي ام دي اللي موجود عندك في الويندوز. اول حاجه هتبدا ان انت تدوس على ويندوز بحرف الار من الكيبورد او تدوس على علامه العدسه اللي موجوده عندك في شريط المهام، وبعد كده هتبدا ان انت تكتب سي ام دي او كوماند برومت، اي حاجه فيهم هتفتح لك شاشه السي ام دي. وسايب لك كودين موجودين في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، الاثنين ليهم وظيفتين مهمين جدا. اول كود هتستخدمه هتاخده نسخه طبعا، وبعد كده تروح للسي ام دي تضغط على كليك يمين في الماوس، هتلاقي الكود تم لصقه بنجاح. بعد كده هتدوس على انتر في الكيبورد، هتلاقي رساله ظهرت لك بتقول لك السيريال اللي عندك نوع ايه بالظبط. ونيجي بقى لتاني كود واللي هتلاقيه موجود في الديسكربشن تحت الكود الاولاني على طول، والكود ده وظيفته ان يعرفك السيريال بتاعك مدته قد ايه. طيب وهتستخدم الكود تاني ليه؟ لان مش كل السيريالات مدى الحياه او مش كل السيريالات دائمه معاك، تمام، فانت لازم تعرف السيريال اللي عندك مدته قد ايه. ولكن في حالتي دلوقتي السيريال اللي موجود عندي في الجهاز هو مدى الحياه، وهسيب لك رابط برضه
في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الرابط ده هيوديك للموقع بتاعي، هتقدر ان انت تحمل برنامج. البرنامج ده من خلاله هتقدر تعرف كل السيريالات اللي موجوده عندك في الجهاز، سواء السيريالات دي مربوطه بنسخه الويندوز نفسها او مربوطه باي برودكت عندك من مايكروسوفت. بس كده صديقي، لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعك معايا القناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونه الجروب والصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله او طلب تقدر تواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستغرام وحتى تعليقات فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تواصل معانا على رسائل الصفحه كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعه. وبس كده.